وكيف الاحوال المعيشه هنا في ما شاء الله الحمد لله. من وين انت؟ هو هنا ريال ونص. ريال ونص هنا. واحد ريال شعل هنا؟ واحد ريال 55. واحد ريال 55 يعني الريال العماني من اغلى العملات في العالم. وزيد لاباج يعني الخدمات اللي تقدموه للناس الجاليه اللي راهي جايه. بون هنا دو بريمير مون هنا اوني باج دوريونطاسيون بليتو بزاف باسكو راه ايوا باسكو با مون دو دونجيريان يجيو لهنا يحصلوا. اسمها برك لاباج ملتقى الجاليه الجزائريه في سلطنه عمان. فيسبوك هذه باج تاع فيسبوك جروب. اي واحد يبغي تساؤلات يدخل لها. تفضل. دليل اكسبتي. حاولي اكسبتي. فوق اللازم فوق اللازم تاع سنين تقدرش تصور واش تحب على علاش تحوس نحكي لك دوكا على ظروف المعيشه لهنا ولا هاي شوف حنا كيما نقولوا اذا لخصوا القصه كامله لخصوا القصه كامل واش يقول لك المثل بكري يقول لك لهنا سبق الغنى خويا اللي يحب على هنا ما كاينش كيما عمان الحق. قبل ما نبدو ما تنساش تعطينا لايك واشتراك وتخلي لي تعليق وتكمل الفيديو حتى الاخير. مشاهده ممتعه. سلام. اذا رانا في مقهى اسمها ميلان كافي في الجراند مول ورانا مع اخي اسماعيل هو اللي راه نجولوا معاه هنا في مسقط. قلت لي هذه وين يجي شكون يجي فيها؟ الماجوريتي يجيو فيها لي انجينيور دي بترول الجزائريين. هذا هو الملقى تاعهم هنا يتلاقوا. وهذه العمل ولا المهنه عندها اهميه هنا انجينيور في البترول. اغلبيه الجاليه الجزائريه هنا سواء انجينيور في البترول سواء ائمه صح صح هذا الاثنين كله جزائري هون. اي شخص من السلطنه الا تشتغل في البترول ولا انت ائمه صح صح نيشان. كل العمال اللي قابلتهم كي نقول لهم كاين جزائري هنا يقولوا يا ائمه يا انجينيور في البترول. لكن هو كان يحكي لي يعني لازم تجيب اكسبيريونس هكا سي نورمال لازم اكسبيريونس لازم بروفيل بروفايل يكون تاعك مليح لازم مثلا زعما شغل البروفايل بروفايل اول حاجه لازم تكون عندك انجليزيه اول شيء لازم تكون عندك خبرات لانه الشغل في الخليج مش نفس الشغل في الجزائر انفيرونمون واحد اخر بيئه اخرى صح اصلا اوقات الشغل هنا تختلف كثير عن الجزائر الناس تشتغل 10 ساعات 12 ساعه يعني كل شيء في كثير امور لازم الانسان يكون عنده خطه قبل ما يخمم يرحل مباشره يكون عنده خطة ولا يكون عنده أوفر ولا يجتهد أونلاين لأنه يعني هون ما تروح تبحث عن شغل تروح عند الشركة يقول لك بعث لي أونلاين صح صح ما فيش فايدة تجي تمشي وتحوس و تضيع وقت تضيع وقتك وزيد لها الوقت في أوقات لازم ما تجيش فيها يعني الصيف أنا الصيف أنا ما تقدرش تمشي برا ما حال حال صح استحالة كاين درجة الحرارة توصل 60 والرطوبة فيش ناس تمشي خاصة النقطة مهمة اللي قلت لي انه لازم جماعة دروك الناس راهي كل شيء راه اونلاين يعني قبل ما تجي دير لي ريشيرش تاعك ابحث شوف اونلاين تقدر حتى تحصل اعمال اونلاين اكسبتوك يعني يتقبلوك هنا عاد باش تجي وما يقبلكش واحد تقدر يقبلك واحد ولا زوج ولا ثلاثة دائما دير خطة بي كاين هو كان يقول لي كان يجو ديريكت مباشرة فهاكا راح تتعب راح تضيع وقت وما راحش تستفاد يعني ممكن انك ترجع وما تستفادش. كلهم يا جماعه الرزق على ربي تاكلوا على الله. واحد يتحرك. يتحرك. الواحد يتحرك جماعه الواحد يتحرك. ان شاء الله ربي ان شاء الله ما يخيب حتى واحد ان شاء الله ان شاء الله. هذه مهدي خويا. السلام عليكم. من الجزائر من وين بالضبط؟ قسنطينه. قسنطينه ما شاء الله شرفنا به. شنو الحاجه المهمه هنا اللي يشروها بزاف؟ والله شوف كلش مهم ما شاء الله عندك العسل تاع السدر واللي يجيو على جال اللبان. اللبان يعني معروفه في عمان اللبان. معروفه عندهم الشجر تاع اللبان اللي ما تنوضش في اي مكان شجره اللبان. وكيف الاحوال المعيشه هنا في ما شاء الله الحمد لله. من وين هو هنا؟ هذا هو الزعيم جماعه هذا هو الزعيم هو متكلف كلش ما شاء الله. هذيش انا يا باك تقدر تقول شهر ونص داخل في ثلاثه ما شاء الله. هو جديد؟ جديد خدام بالضبط خدام باين الله يوفقك الله يوفقك الله يعيشك جميعا ان شاء الله. شنو تنصح اي واحد جاي جديد؟ والله واش نقول له؟ قول له خويا ما تكاك ما والو ماهيش داركم لهنا وماكش راح تلقى بار اكزومبل لهنا تلقى كلش وشي وتكل على ربي صلاتك ما تبطلهاش وخدم على روك اسعى تلقى باش يطبق يديك وتقول لي ما كانش خدمه ما كانش منها حاجه تجيك بالسهله اللي تحتاج هذا ما كان ربي يوفق الجميع ان شاء الله. امين 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 شكرا 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 مهدي خويا عافاك الله. السلام عليكم. صحيح يا جماعه جينا المكان يقولوا له الخوير تقريبا هو قلب عمان يعني تشوف فيه نشاط كثير مطاعم
وايضا الجزائريين يعني تقريبا مستقرين هنايا في الخوير، يعني هذه المدينه خوير اللي جايه في مسقط. اكيد شوف لا ماجوريتي تاع لي ادمنستراسيون هنايا في الخوير، ادمنستراسيون وجاي بلاصه مليحه شغل جاي في الكار باغ اكزومبل غبرا هنايا عديبة هنايا بوشر هنايا كلشي حداك الكروم هنايا 5 مينيت 10 مينيت 5 مينيت كيما انت 10 مينيت اخي 10 مينيت اخي جينا دا صح جيست جراند مول دايرين بها 5 تاع لي مول ولا 6 وجاي اكتيف الليل شغل اكتيف هادو ما يغلقوش. اها سي بور سا الخوير وهنا بروبليم هنايا الترونسبور واحد جديد. واو بغيت نقول لك ترونسبور والله خاش طاكسيات جماعه غير نسو باش تركبوا في طاكسي غالي بزاف. مي شوف عندهم 1.5 كيلومتر بريال ونص ريال ونص ريال ونص بحينا واحد ريال شحال هنا؟ واحد ريال 55 واحد ريال 55 يعني الريال العماني من اغلى العملات في العالم. كاين ثالث اغلى الاول شكون؟ الاول الكويت الكويت الثاني البحرين الثالث ثالث يعني واحد ريال عماني. واحد ريال هو 2.6 دولار فاصل سبعة تخيلوا الريال غالي على الدولار يعني ضعف 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 100 دولار تجيب لك 38 ريال 38 ريال هذا مكان يعني. والتنقل كيفاش واش كيفاش تنقلوا؟ في كاين هنا المشكل في مسقط مشكل النقل مشكل انه ما فيش طرام ما فيش مترو ما فيش صابوي ما فيش في بس باص والباص يتنقل بالكارت في صعوبة الواحد يكون جديد هنا صعيب عليه باش يمشي بالباص لانه الباص ما يحبش اصلا في الطريق ما فيش باص يحبس بس عنده اماكن خاصه وفي ابلكيشن مواصلات نزلها وتنسكري حتى الطاكسي عنده ابلكيشن كاين او طاكسي او طاكسي ابلكيشن اسمه او طاكسي او طاكسي غاليه غاليه كثير كاين كثير كاين سليم كاين اوبر بس كيفاش يتنقلوا دروك شوف احسن واحد يجي هنا يكري سياره صح بغيت نقولها لكم والله احسن واحد كانوا 2-3 اشخاص كيلو سياره 5-7 ريال تقاسموها وزيدها لاباج يعني الخدمات اللي تقدموه للناس الجاليه اللي راهي جايه بون هنا دو بريميرمون حنا اوني باج دوريونطاسيون بليتو بزاف باسكو رانا ايوا باسكو با مون دو دونجيريان يجيو لهنا يحصلوا بريميرمون لوزمون كيرا كيرا سوا دي ستوديو ولا دي شومبر ولا دي ميم شيرينغ شارينغ با مال دابارتمون في ولا غارسون تسمى هذا هذه الحاجه الاولى شنو في موضوع كيرا ايوا اهم شيء اللي كيجي لازم تكري وانت تبات برا انا نخلف في الترونسبور ثاني انا دي شوفير نجيبهم مايروبور ولا سوسيال طول لو لون تاع تيريتوار هنايا تاع مسقط انا تاني دي فيزا سواء فيزا العمان ولا لدبي اسمع نورمال كمو دي فيزا و سيرتو لورينتاسيون اون لا توجور بور ايوا بور مون فرار حنا با مال دو فوا يوصلونا دي ميساج ناس حاصلين هنايا ناس صراو لهم دي بروبلام ناس نصبوا عليهم حنا اون ايسي شغل سونسيبيليزي لي جون ما تجيوش هكذاك باسكو هادي سي با لوروبا هضرنا بالك هضرنا بزاف سيجي صعيب تمرمد هنا باسكو ما كان حتى واحد يشوف معاك صح هادي هي شكرا للشيخ اسماعيل حياك انضم 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 هاي والله غير جاي هاي والله ما تبانش يا خويا اسمها برك ما باج منتقى الجاليه الجزائريه في سلطنه عمان فيسبوك هذه باجك فيسبوك جروب اي واحد يبغي تساؤلات يدخلها انت اللي اكسبتي حاولي اكسبتي انا ثاني اكسبتي وانت هذا ما راك شويه لاباس واش تحب على علاش تحوس نحكي لك دوكا على ظروف المعيشه لهنا والله هاي شوف حنا كيما نقولوا اذا لخصوا القصه كامله لخصوا القصه كامل واش يقول لك المثل بك يقول لك لهنا سبق الغنى خويا اللي حب على هنا ما كاينش كيما عمان حق تما تشوف شوف تشوف تشوف حوايج مستحيل تشوفهم حنا عندنا في الجزائر في بلاصه اخرى والله نعطيك اكزومبل انا نهار جيت اول حاجه شوكيتني لهنا كنت مع واحد صاحبي زمان الصيف جوان جوبونس والله شوف قال لنا في واحد السوبر مارشي هكذا باش نشريو قرعه تاع ما عطاشنا قال لي هيرو نجيبوا الماء ونجيو لك شي حوايج نشربوهم حضرنا شوف سيد مرق قلت الطوموبيل خلي الكليماتيزير شاعل تترق الطوموبيل قال لي واحد ما يمسها ايفيكتيفمون دخلنا شرينا الماء وشرينا حوايج وكذا وخرجنا الطوموبيل تاعو عندنا نسى بدا بديت نديكوفري كيما نقول بهذه هي العقليه كيما نقولوا حنا امان الصديق
فوق اللازم، فوق اللازم تاع سنين تقدرش تصور. صافي افير تاع المعامله تاع الناس، افير تاع اللي حاب يحافظ على دينه، وافير تاع اللي حاب يربي ولاده بيان. ولهنا كيما نقول تصاحب العائله. نعم عموما مليحه العائله. شوف مليحه مليحه بزاف ومش مليحه. نقول كيفاش مش مليحه؟ من جهه من ناحيه واحده ماديا برك، اذا ماكش ميسور ماديا غير ما كان له. واذا كان عنده عمل ممتاز اللي شوف ما تخممش خلاص ما تخممش. فهمت والله. انا واحد هذول يمكن انا جيت من الاوروب، سمع عندي بزاف اللي خرجت من الجزائر، فهمت، خليت كيما نقولوا جيت لهنا على جال ما جال العائله. فهمت دونك اذا كان واحد عنده امكانيات وجاب خدمه ما كاين اللي يخمم. خلاص الله يبارك شعب مسالم، شعب شعب ما شاء الله. فهمت وتحس بواحد واحد الطمانينه، واحد فهمت. واللي حاب يحافظ على دينه الجوامع الله يبارك كل 500 طرات جامع في لي غرون سيرفاس كيما نقولوا. حنا تخش للمراكز التجاريه كيما نقولوا تلقى الجوامع تسمع الاذان ثم مالك في سونتر كوميرسيال تسمع الاذان كيجي وقت اخويا اللي ما عندوش امكانيات ما كان لهنا. كيما راني نشوف سي درني طون الجزائريين تاعنا في لي ريزو سوسيو في المواقع تلقاو محروقين راني جاي راني جاي راني جاي. والمشكل والراس كي تعطيه نصيحه، انت تعطيه نصيحه اول حاجه يقولها لك يا يقول لك وانت واش راك دير ثم، يا يقول لك بخلتونا. انا شفنا عباد جاو مساكن والله الماكله والله ما عندهم واش ياكلوا. كاين اللي جاو ما على بالهم جاو، كاين اللي غروا بهم جماعه ثانيين. مدوا نصيحه برك بين قوسين يفو با يسمعوا ويامنوا الناس واش يلقاو في لي باج وفي كذا، خاطر كاين اللي ربي يغفر لهم يدير لك الجنه في التبصيله او ما يحوش يفهم عليك. شوف يسلك عليك الفيزا تاعك، ويسلك عليك الاعاده تاعك، ويسلك عليك ليبرجمون تاعك، ويسلك عليك هذا هو البيوت تاعو برك. شوفيك جاي يدي منك هذاك، هو على باله بدا راح يدي منك ومن بعد انت تعوم بحرك. صافي الواحد يطلع حساباته. هو مير نصيحه نمدها لخوتينا اللي حبوا يجيو لهنا يحوسوا مليح، وكي يجيب الكونترا تاع الكونترا طرافاي تاعو في يدو يجي راسه مرفوع، يجي في الطياره يغني. فهمتني؟ يلحق خويا يلقى الوكيل تاعو هذاك ولا الكفيل تاعو يستنى فيه، ويلحق خدام ولا باس عليه. بصح باش يجي ويقول لك نبدا نحوس لهنا غير ما كان لهنا، نعطيها نصيحه لخوتي غير ما كان لهنا. كما سمعتها من كامل الناس. بارك الله. واش معناتها؟ واش من الطرق اللي واش معناتها كي سمعتها من عند الناس الكل؟ معناتها كاينه منها. كاينه منها. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. والطريقه واحده من الطرق اونلاين، يعني الانترنت ما شاء الله راهي بحر واسع. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تحوس. البروفايل تاعه ممتاز. هي اسمع بوكا كاينه حاجه واحده وقلناها لهم الجماعه والله كيما نقولوا احنا، انا نشوف المنكر وصار لهنا. الرسول صلى الله عليه وسلم واش يقول لك؟ يقول لكم راى منكم منكر فليغير. حنا رانا نجربوا. كاين اللي يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. انا باش نقول لك انا بليد مش راح نحكم نروح للجزائر ونقول له اقعد انا ما طلعش. فهمت؟ يا خويا بلسان انا نكتبوا ونقول لهم جماعه اللي عنده حرفه يقول لك انا بلومبي وانا بينتر وانا كذا وغير خطيك على بالك باللي بزوج دورو ديروا واش حبيت من عند الهندي لهنا. فهمت؟ تروح الهندي والبنغالي او راسك يحبس. انا جاب انا شوف انا شوف نعطيك اكزومبل وقع لي مشكل. جبت واحد جزائري مسكين جا ما عندوش زمي جا جبتو باش يبدلوا العفسات على بلومبري. ديجا حنا ماناش وسمو ديجا جا ما جاب معاه قشو ما والو. فهمتني؟ لازم الجماعه كي تجي كيما قلت تكون ناوي انت ابنيها على الصح. خاطش لهنا مهما كان الخليج يكذب عليك خويا راهو مهكر كيما نقولوا حنا يعرفوا يمشيو. فهمتني؟ بعد ما كتبش ربي ما لقيناش واحد البياسه منا ما عاودهاليش. غدوه من ذاك جبت واحد هندي. هندي خويا على بالك كيفاه قدا دالي 2 ريال جا ودي بلاصه بالطوموبيل تاعو وطلع وبدل لي وكل قد قلت له 2 ريال. فهمتني؟ اسم اصحاب الحرفه جينيرالمون ما كان له والله غير ما كان له. واللي عنده باجاج كيما نقولوا احنا شغل كيما دوك راني نشوف انا نشوف انا باغ اكزومبل في لا سونتي التعليم كاين امكانيات يكونتاكتيو من الجزائر وكي يجيبوا ان شاء الله عقد عامل يجيو كيما قلت كيجي يغني في الطياره يجي زاهي كيما واش متحير. تجي انت من ثم تقول روح نحوس على خدمه من غير تعليم شارك من غير تعليم سيف واش كاين كاين في الصحه كاين في البترول لي زانجيريا تاع البترول ثاني عندهم كيما نقولوا عندها لاكوت سونار غاز قلت سونار غاز سونار تراك تاعنا عندها سمعه مليحه بزاف بزاف اللي خدموا في سونار غاز وعندهم اكسبيرينس كبيره في سونار غاز سونار
يقدروا يجيو. اه سونال تراك مع بيشنا راني اي خصونا الغاز قالوا لنا سونال الغاز قالوا لنا ندير لكم سبونسورينغ في لونطونت في الصيف وما داروا لنا هذيك راه في يحرقوا قلبي فهمت. سونال تراك عندهم سمعه ما شاء الله. داير انا اللي خدموا معايا كاين جماعه يخدموا في البترول معايا وكل عقد بينا لسونال تراك وكل وعاجبتهم عاجبينهم لهنا ما شاء الله عندنا ثاني ديز انجينير وذاك والله غير يجم والله يجمدوا الماء الله يبارك الله يلين ما شاء الله. ايه في الدومين هذا كيما قلت في درو كاربير تاع عندك اكسبيريونس وعندك باجاج مليح تخدم والله غير تخدم بارتو ماشي غير هنا في عمان. مي هذوك تاع كيما قلت كان تاع كل حاجه عندها علاقه بليد غير ما كان. شوف العكس تاع اوروبا صح اوروبا تروح قاري عندهم يديروا بيك بون اونتر بارونتيز عندهم يديروا بيك وصحاب الحرفه يخدموا لهنا العكس. الادارات تاعهم خويا تقعد بلا راس. انا واحد هضر لك كونيسونس دو كوزا انا ما كومباريش مع الجزائر للاسف الشديده نكومباريها مع فرنسا هنا خير نعطيك اكسبيريونس برك. انا رحت نبدل البيرمي في فرنسا باغي باش تبدلو تدخل للسيت وتاطا تستنى منه وهذاك تروح لك في شهرين ولا ثلاثه والله باش تبدل البيرمي ترونجي والله اربعه ولا انا عندي صحيبي والله وكيل في الشهر باش تبدلوه له. انا خويا كي رحت نبدل البيرمي تاعي تروح دير فيزيت ميديكال عند لوبتيسي كون اغري واش يدير لوبتيسي يبعث لا بوليس هنا خاطر شكون تخدم عند لا بوليس يبعث لك لا بوليس ديجا هذه معلومه باش يعرفوها خوتنا باقي يحوسوا يبدلوا البيرمي دير فيزيت ميديكال تاع العينين عند لوبتيسيان هو يبعث الدوسي تاعك لابوليس وانت تروح لابوليس تسلكو ثلاثه ريال تروح لابوليس تدي معاك زوج تصاور سير ولا زوج سيفو تدي معاك زوج تصاور وتدي معاك ريزيدونس والاي دي تاعك بطاقه الاقامه تاعك هذا ما كان ايه صوره من الجواز ها صوره من الجواز بارك الله فيك تسلك 200 بيسه مع الاول 200 بيسه اللي قدام لحقت 2000 10000 صورنا 10000 بصورنا بعدا تروح لبيرو واحد اخر ثم بعدا تروح لبيرو واحد اخر تجي تعطيه الاوراق تاعك الاول يدير فيه لك 200 بيسه تروح للدوزيام يحكم الاوراق تاعك يقول لك خويا قعد مليح تقعد انا واحد كي رحت والله ما فاتت 10 دقائق ما لحقتش 10 دقائق تخلص 10 ريال عند الدوزيام صافي تحكي لك 10 ريال و200 بيسه قال لي جي مليح قعدت ما لحقوش 15 دقائق والله ما لحقوا. شوف السيد عيط لي انا قلت شنو يقول لي هاك ريسي بي سي وروح على شهر ولا شوف السيد عطاني البيرمي سير بلاص فهمت في الاداره ما شاء الله قد زيد يا صفقه النذر والصفقه يا خويا الدفع الجزائري مرمد الكريدي حاله يا خويا يا خويا من بسكره جايه بسكره لهنا يا جاي العمان هذا وين لحقت لنا يا بسكره العمان لحقت لها لا باش ما جبتناش الكسره معاه رانا نجيبو بكميات كبيره ما شاء الله تمر في الشباب يا والله صافي نجيبو وبون بيريا الزيت والعسل حره من العمان من الجزائر من الجزائر كيفاش التواصل باش يجي يشرو عن طريق لي ريزو سوسيو ولا عندنا لي هايبر ماركس لي سوبيرات الكبار نكونتاكتيوهم ويبيعوهم على اساس منتوج جزائري يا إيه. ما شاء الله شحال الصفحه تاعك هذه عندنا توجور دي زاد عمان لا اورينتاسيون عمان معلم وخد اخرى ولا علي دي زاد عمان راح نخطيكم الباج هنايا دوقوا يا بسم الله تفضل خويا زيد صحتك مكتوب عطيه عطيه صار عليك خو عاد مع بريه تعال اخونا معنا اسمه كريم فارس متشرفين فارس راه غير كي جا هنا لعمان حوالي 4 اشهر عطينا كيفاش كنت توقع وكيفاش لقيتها معلومه دونك انا ما نكذبش عليك خويا العزيز صراحة. انا في الاول انا شغل كيلو شرشيت عليا في لي ريزو سوسيو كنت حاسبه شغل كيما دبي وقاطر وكذا شغل الحيه ناشطه وكل شيء كيما جيت هنا شغل شفت حاجه واحده اخرى كاع شغل ديفيرونس كبير علاه باسكو على هذه العاد بلد شغل في طول الانجاز شغل العاد الاقتصاد تاعها هذا وين بدا شغل تحيه الحاله باسكو في الكورونا مات كاع راك شايف مي بصح الحمد لله رانا نتاقلموا مع الوضع شويه ايوا والحمد لله على كل حال انا واش نوصي كل واحد حاب يجي هنايا ما لازم يكون عنده باجاج ما تجيش هكذاك برك يا اخي ما تجيش هنا وبعد هنا تدخل في حي باسكو على هادو دول الخارج على واش يعتمدوا لازم يكون عندك شوف يكون عندك راس مال تكل على جيبك معايا ولا تكل ايوا استثمار ولا تكل على واش كاين في راسك
لازم ماشي انت تجيك شغل ما عندك والو، ما عندك لا في الجيب لا في الراس، وتحوس تجي هنايا ومن بعد تدخل في حيط وتقول فوالا انا شفت فلان يقول المليحه وكذا وكذا، ومن بعد كي جيت هنا شفت حاجه واحده اخرى. لا 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 انا واش شفت انايا يعني باسكو على نهار جيت هنا شفت كيما شفت ناس بزاف يهضروا يقولوا مليحه وكذا وكذا، هم على كل حال صح هي مليحه ما نكذبوش مليحه، واحد يستثمر ولا واحد يخدم راسه صعب يجيب شروط يعني يا باش تخدم راسك تعيش شويه لازيد، بصح باش تجي انت ما عندك والو لا في راسك لا والف غير بالتماره غير تدمر وصاي بوسكي. لا هنايا الدمير بنغال والهنود وكلش العماله، العماله هنا اللي كاينين ما راحش تاكل الخبزه معاهم ابدا. لا بوسكي لا الهنود والبنغال يخدموا شغل يخدموا باطل 24 ساعه شغل عبيد هما هنا، وحنا اللي زالجيو شغل عندنا النيفو عندنا النيفو كما كان يقول لي يعني عندهم تيكت لبلادهم رخيص. ايوه ايوه يعني كل كل مقومات هما دراهم مرخص بزاف خاص كي صرفوهم صح قال لي قال لي عليها كي صرفوهم في بلادهم تقع منهم رخيص. يعطينا الصحه شغل على سيبورت على هذا بصح الواحد يتكى على ربي ورزق على ربي. هذه هي بارك الله فيك شهاده شهاده حيه هذه من قلب عمان. ورانا المدينه ورانا هنا هذه مدينه الخوض الخوض من الخوض سوق الخوض اخي قال لك كريدي هاي خلص بالريال العطيه يا اخويا بالريال هرش الدراهم سيمو 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 هذه دير النيه النيه بالصاره يا اخي عندهم جزائر وما سيركاز هكذا سيمو سير سيبو وش اللي يزيد المحلات اللي يشرو منهم رخاص ها سوبر ماركت اسمها وين؟ كاين بزاف هنا هايبر ماركت هايبر ماركت كنز لولو ثاني يدخل معاهم لولو 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 يبيع كلش الهايبر ماركت واللولو السوق هنايا السوق هنا رخيص الشعبي يبيعوا السردين يبيعوا الخضرة هيا فريين السردين ها صور هذا هذا صور 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 هذا 790 بيسون بيسا هذا ما لفكش واحد ريال هنا الكيوي يحبوها في الجزائر ولا داير في 60 وهذا شحال؟ هذه 35000 هذه فيها 1 كيلو 35000 غادي نشوف الاسعار 0.007 معناها ماشي لاحق واحد ريال يعني في هذا الفلوج بالك حسيتوا باللي مع الجزائريين عطيتكم شويه ريحه البلاد هنايا في الجزائر وجينا المحل هذا هو اسمه واسمه ريحه البلاد على قدامي واللي يبيع اشياء مغاربيه جزائريه تونسيه يعني مغرب عربي لكنه مختص بالجزائر وهو جزائري فنتعرفوا على المحل واش يبيع هنا في عمان ابروف هو المعمول زعما تاع جوز رمضان لحم ودبانا نعطيكم ندير لكم جوست ان كومباريزون بين لهنا سلطانه والجزائر في بعض المواضيع منها مثلا موضوع التعليم وموضوع الطب لانا في السلطنه فيه انظمه اللي يكون شويه احسن من الجزائر ولكن يعني يبقى طب يبقى يعني لي كادر تاعنا ولا الاطباء تاعنا بارمي لي توب بارابور لهنا اللي نشوفوا اكثر جاليه اجنبيه اللي تشتغل لهنا في السلطنه فيه عندهم كذلك بعض الاطباء عندهم بعض لي كادر ولكن اكثر شيء يكون من الجاليه من الخارج فيما يخص التعليم اللي هنا عندهم نظام خاصة النظام البريطاني اللي يتبعوه أكثر شيء لأنه عندهم علاقات أكثر مع بريطانيا والتعليم يكون فيه يعني مستوى شوية يعني أحسن من الجزائر في بعض المواضيع منها التكنولوجيا ولا الانترودكسيون لا تكنولوجي في التعليم الأساسي ولا التعليم التربوي ميزا بارسا الجماعة اللي حابة تجي لهنا نقول لكم جماعة ماهيش سهلة يعني ك ان كونساي ان تي كونساي مي سهل انسان يسقسي ويشوف لازم يكون عنده ترافاي يضمن مثلا ترافاي ان تي جوب يجي لنا الحياه غاليه بارابور يعني الجزائر على حساب لو مود دو في ديفير يعني تقريبا 100 ريال اللي هي تقريبا 50000 دينار جزائري 100 ريال ما تعيشكش يعني كما ينبغي كما في الجزائر والسلام عليكم وشكرا مع اخر يوم
في مسقط وفي عمان متوجهين لدولة جديدة وقارة جديدة. هذه أول مرة راح نكون في هذه القارة. شنو كتشوفي؟ هاك أصوحتي بالكرطاب القباعة بالسروال. جماعة انتهت مغامرتنا في عمان متوجهين إلى المطار، دولة جديدة، قارة جديدة. بالنسبة لي قارة جديدة اللي هي قارة إفريقيا، لأنه جزائر وزرت تونس لما كنت صغير، يعني ما زرتش أي دولة من إفريقيا. تخيلوا هذا المزمزم راه معنا في كل مكان، وما سافروا ندوه معنا وتقيل. انطلقنا بسم الله. الجزائر أجي الجزائر أكيد. جماعة والله من حيث جيت يعني تعرفت عليك جيت لعمان سبحان الله، يعني ما كنتش نعرفها من قبل، ولا مثل اخويا ولا اكثر. والله لا ولا اكثر عزيز وغالي عزيز والله ماني باغي نفارق هذه عمان. على جاله ولا عن فيكم، وتعرفنا على اخوان والله اخواتكم ما تعرفنا على اصحاب. وحياكم الله في عمان. هذه بلدكم، وباذن الله نلتقي على خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. إذا بخاطركم شيء، أي إذا بخاطرك شيء من اللي جينا يا جماعة، إذا بخاطركم شيء قولوا لي، ما خليت شيء، ما خليت شيء. شكرا شكرا على الهدية. الهدية عباءة من عند أمه، هي اللي تخيطها. الرايان كوليكشن. سبحان الله الواحد يعني يلاقي أشخاص، يقابل أشخاص ما يعرف إنه بيكون بينهم صلة كبيرة، علاقة قوية. كأني آية وجواد، كأني أعرفهم من زمان. سبحان الله صح والله. حتى عائلتك كلها والله. أرواح جلود مجنبة. أوصل سلامي إلى الأهل. أوصل سلامي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بنلتقي أكيد راح نلتقي في صلاة. في صلاة. أحيص. أنا أنتظركم. إن شاء الله. قدام الكاميرا. موسم الخريف صيف. موسم الصيف. الصيف هنا والخريف. ما قدرنا نزور صلاة لأنه مش موسمها، لكن راح نجي. بإذن الله. شكرا. خلوني خبروني على إيش يصير معكم، وإذا شيء ولا شيء كله.